ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أعزائي المتابعين، ومرحب فيكم مرة ثانية في لعبة محاكي حياة الفلاح. مع بداية حلقتنا أشكر الجميع وأقول لهم شكرا لتفاعلكم الجميل معانا في هذه اللعبة ومساندتكم، وإن شاء الله نقول أتمنى بإذن الله يكون فيه من عندكم لايك وكذلك اشتراك للغير مشتركين، ولا تنسون كذلك تفعيل زر التنبيه للمشتركين عشان يصلكم إن شاء الله كل جديد عن هذه اللعبة الجميلة. الآن ضبطنا أمورنا ورانا أفا المفروض يكون عندي صناديق، عندي أنا جايب صناديق وراح أرتب أموري، عندي صناديق كثير راح أقطف وراح وعندي شتلات ويعني متجهز اليوم تجهيز صح. هذه كل الشتلات اللي عندي 12 شتلة، طيب روح نحط عليهم فرتلايز إيه نقدر، ما هو شرط كلهم اليوم يعني، راح أرجع وراي مبيعات لكن خلني أشوف وش اللي راح أصرف من هذه المواد علشان أشتري، لأني راح أبيع وإذا بعت راح أحصل مبلغ مالي، وما راح أنسى أني راح أمر على المطعم تخبرون خاوينا يحتاج إلى طعام ويحتاج إلى شراب مثل الحلقة الماضية كلنا يعني ورطنا عط بريك. أوه ممتاز والله اليوم القيادة فعلا تعجبني. وقف يا سيارة، راح أشوف السعر عنده سعر التفاح، ليش أنزله؟ خلني أشوف سعر التفاح وأروح لهناك. سعر التفاح 74، ما راح أنزله، راح أطلع للمحل الثاني وأشوف سعر التفاح عنده كم، أحسن لي كذا بدل ما نزل وروح وتعال. السلام عليكم، صباح الخير يا مرحبا عزيزي الكريم. خلنا نشوف، أوه ماي جاد 68، شفتوا كيف؟ نروح لذاك نبيع، لا ما راح أبيع لهذا والله، لو ما أدري إيش يسوي والله، تفاح يعني بيعجبك. اوكي خلي نشوف كم عندنا، 359 الان راح ابيع 222، يا سلام كويس ممتاز. طيب وين راح اروح؟ والله اقدر امر، اذا اقدر امر كويس اقدر امر يا حبيبي، والله انك صراحة روعة. ايه ليش ادخل السيارة عند الجماعة ذولا وازعجهم ويبتدون يكرهوني يقولون هذا مزعج دائما. يلا الوجبة بخمسة، اوكي باي حبيبي باي. شوف كويس ممتاز، اختصار للوقت، الساعة واحدة الان بي ام وانا لازم اسابق الزمن اروح للمشتل واخذ من عنده الان الشتلات وبعدها طير على المزرعة. والله اليوم احس اني شوي يعني ضبطت الامور، وقف أقرب مكان أحسن لي، لأنه خلاص لما توقف أقرب مكان. يا مرحبا ويا هلا مرحبا، صباح الخير، لا والله مساء الخير. طيب راح نشتري من عندك، نشتري من عندك، هل أقدر أشتري؟ خلنا نشوف الفلفل هذا الأسود، ما أقدر، يقول لي الروبوتيشن ما زالت داجة. راح أخذ تفاح، كلهم ما أقدر أشتري، ما زالت الروبوتيشن داجة. اوكي شرينا فيرتلايزر وراح ناخذ صناديق بعد، الصناديق ضرورية، بكرة عندي حمولة كثيرة بصراحة يعني لازم انتبه لموضوع الصناديق علشان ما ارجع. طبعا هذه الخزانات، هذا الريجيشن، هذا الخزان خاص بالسقي الذاتي، بعدين راح نجي. ايش رايكم اشتري اكثر عشان المرة الجاية ما اغلب حالي، طالما احنا لسه الساعة 3 فنقضيها عند الاخ الطيب هذا. الان اخذت 9، ايوة تعجبني هذه القيادة الممتازة، لاني اساسا اليوم رتبت اموري بطريقة صح. هذه الصناديق راح تصير شغلنا الشاغل دايما. اوكي لفة كذا شوي ممتاز، يعني اللفة بالسكرول للي يلعبون في بالماوس
لف الصندوق بالسكرول وخلاص تضبط الأمور معاك. خلني أخذ التفاح. عندنا يعني 6 شتلات. أوه ماي جاد، والله على قدها جايب. والله بكرة أتوقع بكرة المبيعات عالية إن شاء الله بإذن الله. بكرة راح يكون المكسب دبل دبل. الشغلة بسيطة مثل ما أنتم شايفين، اللعبة بسيطة جدا، ما تكلفك، ما تكلفك مجهود كثير. اليوم احنا عطينا يعني الشغل حقه زيادة. المقصد وما فيها، لازم الفلاح يعرف كيف يكسب. فلاح ما يعرف كيف يكسب أحسن له يروح يجلس في بيته. آخر واحد لازم نجيب ماء. خلاص شتلاتنا انتهت وكل شيء انتهى وامورنا طيبة. وعبي هذا مرة ثانية علشان يكون فل للمرة الجاية. اوكي خلاص، وعندنا باقي شتلة راح نخليها حق بكرة. خلاص شوف امتلت صناديق، ما عاد المرة الجاية ما نجيب صناديق. خلاص اوكي الان خلاص نقدر ننام، نقدر ننام. خوينا يبغى يروح الحمام يروح، ما يبغى يروح بسلامته يعني. بكرة الصباح يقدر يضبط أموره ونطقها نومه. الآن تصبحون على خير. يلا أصبح يا صباح الخير على أعزائنا المتابعين. شوفوا اليوم عندنا ما شاء الله إنتاج كثير. أوكي خلصنا من الحمام وعلى طول للمزرعة وعلى طول للصناديق، ما فيها كلام ثاني. خل شغلك سريع سريع. وعلى السيارة، لا لا حبيبي السيارة ما اتفقنا تودونها هناك. لا يا ابوي السيارة تجيبها يمي هنا علشان انا فلاح مستعجل. بحصل على 6 مبيعات اليوم كلها تفاح. وابزرع قبل ما امشي، راح ازرع الشتلات. والله يا ريتني كنت شاري شتلات اكثر. والله انا نساي. وين الشتلات؟ احطهم بالقريب افضل. علشان الجديد اللي راح اجيبهم ما اتغلب فيهم. يمكن نحتاج الى زيادة فيرتلايز. والله شوف الفيرتلايز عندي 5 يمكن ما يسعفونا، لازم نجيب كرتون زيادة. خلاص انتهت شغلتنا اليوم بالنسبة للمزروعات هذه. عبي مي خله هنا. اوكي راح اروح الى التاجر علشان ابيع. عندي 6 صناديق تفاح. لأول مرة، لأول مرة صراحة. شوف الفلاح لازم يخطط، لازم يكون عنده تخطيط وكيف يكسب بأقل جهد وبأسرع وقت. إذا ما وجدت هذه الخطة أتوقع الفلاح يعني بيكون قليل خبرة. إيش رأيكم نمر مثل أمس ونشيك ونشوف السعر، وبعدها نروح للثاني. يمكن اليوم الثاني ضاق خلقه انه ما بعنا له وزعلوا عليه الزباين ليش ما يجيب يوفر التفاح. كم التفاح؟ ب67. حرام عليك حرام عليك. لا روح اشوف ذاك، اكيد ارتفع عنده السعر. هذولا مثل البورصة يلعبون علينا يوم واحد يرفع يوم واحد ينزل. ليه؟ ايش المشكلة؟ ايش مشكلتكم؟ يعني اذا توفر عنده راح ينزل السعر. والله كأنه يقول يا اخي انا مالي خلقك، جايني كل ساعة جايب لي نفس البضاعة، الا بجيب لك كل مرة نفس البضاعة، وش تبيني اسوي لك؟ راح اشوف هذا كم عنده. هذا نصبح عليه وذاك ما نصبح عليه. صباح الخير 69 هذاك 67. اوكي يعني هذا افضل من ذاك. الله يعيننا نشيل 6 صناديق الان. اوكي راح اخلي صندوقين ابيعهم لذاك. معلش هي راح تصير شوي ربكة علي. كم السعر الان؟ 264.
بيع حبيبي بيع، باقي شيء نبيعه ما في، خلاص تأكدنا أن المبلغ جاء عندنا، والله هذا أبوابه مفتوحة على طول، هذاك مقفل أبوابه ماني عارف ليه. يلا بسرعة خلنا نشوف كم، 115. أوكي ما في مشكلة، بعنا لك يا صديقنا، شكرا لك ويعطيك العافية، أشوفك على خير إن شاء الله المرة الجاية. ها إيش رأيكم أروح المطعم اليوم ولا أوفر الوجبة؟ والله شوف أنا مالي مزاج المشاكل اللي مرت علي بصراحة، صعبة علي، هي 5 دولار يعني كأني ماخذ صندوق 3 دولار. خلي هذا الستايل عندك على طول، دائما اشتر وجبة وروح علشان ما الحركة تصير عندنا بطيئة وبعدها نتأخر. شوف الآن الساعة 12، اليوم كويس، اليوم وضعنا كأنه أسرع، ولا أنا غلطان؟ يمكن أنا غلطان أو لا. اشتري منك تفاح؟ ما أدري والله، هل أقدر أشتري؟ لا 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 ما زلت والله ما أقدر أشتري. شوف المرة ذي بشتري طماطم علشانك. إيه زهقان المسكين. شرينا صندوق طماطم وراح أشتري واحد تفاح، أتوقع هذولا تو لاين، وراح أشتري طماطم. أوكي ودي أشتري طماطم 2 أجمعهم البكرة. والله التفاح أسرع مكسب، قسم بالله أنا حاس أنه أسرع مكسب. الساعة 1 تقريبا نفس توقيت أمس أني خلصت من عنده الساعة 1، معقولة؟ أتوقع أمس نفس التوقيت، اليوم على راحتنا نمشي وراح أوصل للمنطقة على الراحة، ما عندي أي مشكلة، وراح ألحق على الزراعة وبصير يومياتنا بالطريقة هذه. باقي لنا يعني صندوق واحد، إيش رأيكم نحط الطماطم؟ يلا نحط الطماطم علشانكم، لازم ننوع علشان الطماطم ما تزعل علينا. والله بكرة بيكون عندي يعني شغل كثير. لا نفسه 6 صناديق، احتاج الى 6 صناديق من الصناديق الفارغة. اوكي خلاص السقي تم وكل حاجة تمت، وشوف احنا الساعة 4 خالصين منتهين، والصافي عندنا فيرتلايزر، هذا راح يرجعونا فوق. يلا خلصنا، والصافي عندنا فيرتلايزر 5، اوكي، وعندنا شتلات 12 شتلة اللي عندنا الان هنا 6 6، يعني راح تبقى عندنا 6 بدون شتلات غدا صباحا ان شاء الله. طيب الصندوق راح نخليه هنا، ليش نودي بعيد؟ يعني بنصير مرتبين على، لانه راح نشيل على طول. خلاص راح اعطيها نومة تستاهل. والله روح الحمام ايش المشكلة، الصباح نحتاج حمام كذلك، لكن مو شرط. روح ننام علشان نستعجل نهاية اليوم. يلا نام. يقول بإمكانك راح تنام بعد الساعة 7، يعني راح أتمشى ولا ايش اسوي؟ هذه ايش الصناديق هذه؟ هل الصناديق لها دور؟ يقول ماونتين فارم، المزرعة الجبلية، هذا مفتوح؟ ما في شيء. هذه ايش؟ بطانية ولد. كل هذه البطانيات والصناديق والشغلات هذه ما عليها شيء. خلني اطلع فوق علا وعسى. والله اصعد، اوهو شوف خوينا صعد فوق، يا سلام. والله شيء جميل اني اطلع فوق، انا متحمس. يلا يا ساعة 7 تعالي. اوكي خلاص رتبنا الامور وجهزناها، هذه 5 6. اوكي الان الساعة 6 PM، خلني اطلع، خلاص راح اطلع، خلاص الان الساعة 7 PM. اوكي الان يلا روح نام. اوكي بسم الله وتصبحون على خير، وراح اشوفكم الصباحية ان شاء الله باذن الله على خير. على طول راح اشتغل، ما اعتقد راح خلي خوينا يروح
للبثروم وضعه اوكي تمام، ما يحتاج بثروم، وممكن الليلة راح اجرب ما خليه لا يتغدى ولا يتعشى. يعني شوف الترتيب كيف، والله السيارة بعيدة يا اخي، ليش انتوا تودونها هناك؟ اوكي خلصنا الان الساعة 8، افضل لي ازرع، افضل لي ازرع. هذا ايش؟ هذا توميتو، خلنا نزرع يا اخي علشان مثل ما قلت لكم ارجع ما القى قدامي عويصة، علما اني سيطرت على الوضع الان، عرفت كيف اسيطر على الوضع. والله الوقود كويس انه ما ياخذ علينا كثير. شوف كم مشوار رحنا وجينا وما زلنا الوضع اوكي. راح انا بالنسبة لي راح ابيع هنا وراح ابيع هناك، يعني ما يصلح اني انا راجع له، فافضل اني ابيع في كلا المحلين افضل لي. خلينا نشوف هذا ايش، ابل، بايع يعني المكسب رايح علي. الابل اليوم ب51 كويس يعني لا بأس فيه. والله 51 لا والله نازل يا الله. الطماط اليوم مرتفع، الطماط يا ولد عنده ب5. خلينا نشوف هذا طماطم، راح ابيع له الطماطم ب50، راح اخذ التفاح من عنده، نازل مرة اليوم. شكل الوضع كذا يعني مرة ومرة، يعني مرة هذا يرتفع ومرة ذا ينزل ومرة. خلنا نشوف لسه باقي عندي الظاهر كله تفاح. أبل أبل أبل، خلاص راح أبيع له الطماطم، الطماطم ب50 يا سلام. أوكي باي باي، مع السلامة، إن شاء الله هذاك ما يخيب أملي بالتفاح إن شاء الله، لاني خلاص ما عاد راح اوقف لحد، راح امشي على طول. 204 اوكي 908 والله. لا لو نحسبها نشتري التفاح ب45 اوكي ونبيع ب90، ترى هذه المعلومة الصحيحة. نعم، هل نشتري؟ يا الله الى متى انتوا كذا؟ والله يا اخي زعلوني صراحة للأسف. غدا راح اتوقع اتجاوز 1000، لو بعت بكرة اتوقع راح اتجاوز 1000 ان شاء الله باذن الله. خلاص شغلنا اليوم خلص، والله بدري. راح ارتب الصناديق. شوف صناديق راح احطهم بالطريقة هذه امام، امس انا حطيتهم خلف، ما عجبني الطريقة، اليوم راح احطهم امام احسن. امام افضل كذا، الشغل سريع يصير. اوكي وخلصنا الترتيبات، باقي عندي شتلات واحد، باقي عندي صندوقين شتلات. نعم يعني بكرة شغلي راح يكون سهل ان شاء الله بإذن الله. عندي 18 شتلة، وكم عندنا؟ 1 2 3 4 5 6، 6 في 3 18، يعني في مكسب. يا سلام والله عندي مكسب. ايش رايكم اروح اجيب فرتلايزر ولا اتركه؟ لا حبيبي اتركه، بكرة راح نشتري فرتلايزر 2 كرتونين. ايش رايك راح اروح اتمشى شوي، ممكن نحصل لنا غزال نشتري. اوه هذا طريق وين يودي؟ والله ما ادري صراحة، لأول مرة نطلع على طريق جديد. يا سلام وين رايح ذا الطريق؟ اوه مقفل الطريق. شوف وين انا رايح، في شيء انا اكتشفته يا حبيبي، في حاجة انا شفتها. روح 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 روح، ألا وعسى رب ضارة نافعة. والله رب ضارة نافعة. شوف في حاجة جديدة، اكتشاف جديد، اتوقع انه اكتشاف جديد.
أوه إيش هذا؟ يا سلام ورشة. هذه الورشة، شفت الورشة؟ يعني كيف راح نصلح في الورشة؟ ما أدري، وفي مزارع هناك، يعني لو نزلنا للورشة شو نقول له؟ نقول له صلح السيارة، بيك أب درايف، رست تراك. كيف رست تراك؟ أكلمه. وهنا كار ميكانيك، ندفع له 29 ويصلحها. أوكي، اكتشفنا حاجة جديدة اليوم. طيب في عندي حاجة قدام، لسه الساعة 7 ما جت، هل الطريق هذا راح يدخلنا على المدينة؟ طيب نروح نشوف في طريق، في شيء في محل يودينا؟ ما في إلى الآن، ما حصلت شيء. والله حصلت طريق من هنا، خلي الليل يجي عادي، كل واحد. أنا اليوم ما راح أنام، راح أقضيها تمشي في المدينة. أوه في تراكتر، والله في تراكتر، خليني أشوف شوي إيش مشكلة التراكتر هذا. في حاجات يمكن إحنا ما راح نعرفها الآن. التراكتر ما راح نقدر نركب عليه أكيد، لكن يبدو في شيء هناك، في طريق موجود. اليوم اكتشافات، والله راح أرجع في الليل، والله يعيننا الليل ما أقدر أشوف. احتمال في شيء هنا نحصله يعني عند الجماعة هذولا، ولا ما نحصل. والله في مزرعة هنا وفي شغلات، هل المزرعة ذي نقدر نشتريها أو ما نقدر؟ والله إلى الآن ما أشوف شيء. الاكتشاف هذا دخلنا في عالم غريب عجيب، وأغراض وصناديق وأشياء جميلة، لكن هل والله هذا مكان اسطبل وخيل وأعلاف حيوانات؟ شوف هذه إذا ما في عليها أني أوبشن، يعني ما نقدر نعمل لها أي شيء، حسب توقعاتي راح تكون هي التوسعة للعبة، هي التطويرات للعبة في الوقت الجاي. شوف يعطينا هنا فقط، هل نقدر ندور؟ هل نقدر نفر الخريطة؟ ما نقدر. أوكي أتوقع والله أعلم الشيء هذا هو اللي راح يصير. في تطورات في اللعبة راح تجي بعدين حسب توقعاتي وحسب فهمي. ونقول بكذا اليوم ننهي حلقتنا، أنا أشوف أن أنهي حلقتي اليوم علشان ما تطول الحلقة كثير. اكتشفنا مكان الميكانيك، واكتشفنا مزرعة مهجورة. أتمنى إن شاء الله يكون فيه إلى الأمام شيء مختلف. يهمني الرصيد أكيد، لكن ما ندري، ممكن مع التطورات راح تفتح معانا أشياء شوي لو سمحت. طبعا السيارة وين ما أوقفها هي يعني، شو وقفها، لو أوقفها على السرير عادي كل واحد، خلاص أنا خلصت شغلي. بالنسبة لي أقول يعطيكم العافية على حسن المشاهدة لهذه الحلقة، أتمنى تستمتعون فيها معاي، وأتمنى كذلك من عندكم ما تنسون بوش ذا لايك وبوش اشتراك من عندكم. وأقول لكم إن شاء الله بإذن الله أشوفكم على خير في محاكي حياة الفلاح في الحلقة القادمة، ولا تنسون الاكتشافات اللي اكتشفناها في هذه الحلقة، ومع السلامة.